رمضان أهلا مرحبا بحضراتكم في رمضان. مستحضراتي بيقول لك عندنا جملة حلوة، يلا بينا. This form، هذه الاستمارة، is in ink، بالحبر. أنا عمري ما شفت حاجة اسمها is has بصراحة يعني، فساعتك كلمة is has دي غريبة بالنسبة لي، عمري ما سمعتها، يبقى is has ما تنفعش معانا. is to سليمة. هنا الجملة بقى مضارع ولا ماضي؟ أكيد ساعتها كنا مضارع، يبقى to have been دي ما تنفعش معانا. اتفضل حبيبه، is to يا مستر عيوني امسحرات يا ولا، في حاجة اسمها is to؟ أمال إيه؟ في حاجة اسمها am أو is أو are to، معناها حاجتين، معناها يجب، زي كلمة have to، عليك أن تفعل كذا. والحاجة التانية بتعبر عن حاجة بنسميها arrangements، ترتيبات، ورايا كذا. أنا حابل النهاردة حسن الساعة 7، I am to meet حسن today at كذا، أو أنا لازم أجاوب الامتحان كله، لازم أجيب الدرجة الفلانية، يبقى I'm to get the score الفلاني. خدت بالك بقى؟ هنا الجملة معناها إيه؟ معناها هذه الاستمارة يجب أنها تملأ بالحبر. اتقي الله يا رجل، هذه الاستمارة محتاجة تتملأ بالحبر، يعني ساعتك تملاها بالإنك مش بالرصاص طبعا، هتبقى عندك to be filled، رقم B زي ما انت فاكر. أيوة الكلام الحلو ده، مفيش باسف زي ما كاتبين على كل حتة في القاعة عندنا، من غير verb to be ومعاه past participle تصريف ثالث. يبقى كمان مرة am is و are to اللي معناها يجب، هتحط وراها ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما الفيرب بتاعك هيبقى infinitive دي لو الجملة كانت active مبنية للمعلومة، لما هتجيب وراها be و past participle دي لو الجملة بتاع سعادتك مالها passive مبنية للمجهول. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.